اهلا بحضراتكم من جديد، وبرحب بالضيوف اللي نورونا في استوديو. يعني بعد الفاصل الكابتن خالد ابو زينه، احد افضل المديرين الاداريين في فرع الكره الطائره على مدار التاريخ. اهلا بيك يا كابتن خالد. ازي حضرتك؟ انا مش عايز يعني ايه اقول يعني الافضل اطلاقا عشان ما نبخس اللي قبليه هنا، ولكن حضرتك واحد من افضل الناس اللي جوه. الله يحفظك، ربنا يخليك. منورنا يا كابتن. الله يحفظك، ربنا يخليك. يمكن كان في رجل من الجهاز كان له دور كبير جدا، وكابتن محمد مصالح ميدو كتير اشار اليه، والراجل الحقيقه مكل في الظهور معانا لانه راجل بتاع شغل، والسنه دي عشان كان في اب داون كتير في الاحمال فكان دوره كبير جدا. معانا الكابتن الحسن عبد المجيد مخطط احمال الفريق. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك دكتور. ده انا قلت ده صح؟ زي الفل دكتور. يعني لانه انتوا عندكم يعني الموسم ده غريب جدا يا كابتن. عملتوا ايه مع كابتن محمد مصالح ميدو؟ ازاي الادوار طالعه والاحمال طالعه نازله بحيث انت تعدي بالفرقه باقل خسائر؟ والله يعني من سر النجاح بتاعنا انا وكابتن ميدو ان في تناغم ما بيننا من اول سنه انا موجود معاه. من كم سنه بقى لك يا كابتن؟ 7 سنين، دي السنه السابعه لينا مع كابتن ميدو. الله اكبر. فيعني كابتن ميدو من اول سنه كنا بمشي انا وهو تمرينه بتمرينه، واسبوع باسبوع بنقعد مع بعض في بدايه الموسم هنعمل ايه من المتوقع. طبعا من ضمن الحاجات اللي بتبقى عندنا اول مشكله في تخطيط الاحمال بالنسبه لنا ان احنا ما عندناش مواعيد ثابته للمنافسه. نعم. فاحنا دايما بنمشي بالتوقع ان ممكن الماتشات هتبدا في 11، هتبدا في نص 10، هتبدا في نص 11، فبنبني على التوقعات في الاول. وبعد كده بنبدا ان احنا نشتغل. عايز اقول لحضرتك من ثاني سنه خلاص كابتن ميدو ثقه مديهاني 100%. هو خلاص بعدين شغلك احنا كمان عشان احنا تربيه رياضيه فاحنا فاهمين بعض، دماغ بعضنا كويس جدا. احنا بنعلى مع بعض حتى لو احنا ما اشرناش لبعضينا بتلاقوا نفس الفكر ماشي مع نفس الحاجه. يعني هو دايما بيجي يسالني مثلا انت النهارده عملت حديد تقيل، اقول له فهو بيبقى عامل التمرينه بتاعته نسبه على الشغل اللي انا عملته في الجيم او شغل الحديد اللي احنا نعمله. كل سنة الحمد لله بيبقى في تطور وبيبقى في تفاهم أكتر، وخلاص بدأنا نفهم كمان. وبما إن اللعيبة معانا الحمد لله يعني في استقرار لحد كبير، فخلاص برضو اللعيبة يعني خدت على الوضع معانا وخدت على السيستم التمرين بتاعنا ماشي إزاي. إحنا دايما وده طبيعة النادي الأهلي إن السيستم التمرين عندنا بيبقى عالي، شدته عالية طول الوقت، لأن إحنا مش بنبني شغلنا على بطولة واحدة. إحنا موسم كامل صحيح. وموسم كامل إحنا مش عايزين نكسب بطولة، لا إحنا عايزين نكسب كل البطولات. ودي هي النقطة الصعبة في الموضوع، إن أنت إزاي تخطط إن الناس يبقى في أفضل حالة ليهم في كل بطولة، وإن أنت تقدر تستمر ده المستوى ده لحد آخر بطولة عندك. نعم. في السنة، وإن أنت تحافظ على اللعيبة بتاعتك الحمد لله يعني بدون إصابات، أو إن حتى لو حصل أي حاجة يبقى بتقدر إن احنا نلم الدنيا بسرعة. صح. الإصابات ما تبقاش حاجة كبيرة، لأن من أهم حاجات بتفرق مع اللعيب في موضوع الإصابة لو هو حالته البدنية كويسة، ده أسرع حاجة بترجعه تاني بسرعة لفورمته. صح. طبعا بالمعليك. الحمد لله احنا يعني معانا دكتور سامح ظلام ودكتور إيهاب ناس يعني حبيبي. ما شاء الله عليهم يعني استجابات سريعه جدا الحمد لله. الحاجه اللي تاخد اسبوعين لا ممكن اسبوع. حابين الشغل، هم مندمجين في الشغل، حابين طبعا. يعني بيشتغلوا ومش بيشتغلوا وبيأدوا واجب، لا ده عايشين الحاله اكيد. يعني فانت معاك جهاز طبي جميل جدا. لا ما يعني ما نقدرش نغفل عنهم. دكتور سامح بجد من الناس اللي بتتعب معانا جدا وبتلم ورانا اي حاجه. وهو دايما حتى كابتن ميدو يقول له احنا سامح هنعلى انا وحسن الاسبوع ده وانت لم ورانا. دايما الكلمه الشهيره بتاعته احنا هنكسر وانت لم ورانا. يعني الدكتور فخر الدين وتحياتنا كمان للدكتور سامح ظلام. الاثنين يعني بامانه عاملين شغل كبير. اجي لك يا كابتن خالد، يمكن اي نجاح في الدنيا، اي نجاح لفريق بيبقى الجزء الاداري مهم جدا. حضرتك مسؤول عن شق لازم نتكلم عنه، عقود اللاعبين، تسكين اللاعبين الاجانب، معسكرات اللاعبين، انتقالات اللاعبين، الاستابيليتي الاداري للفرقه، مستحقات اللاعبين، كل الامور دي بتطلع وبتعدي على سيادتك ولازم تكون ماشيه بشكل سموث ما يحسش بيه اي حد. كلمني عن دورك يا كابتن، كلمني يعني عن الدور الكبير ده وازاي بتعمله وبتلاقي مسانده من مين؟ بص حضرتك، عشان اتكلم على الحته الاداريه اللي حضرتك بتتكلم فيها دي حته كبيره جدا، بس خد بال حضرتك انا ابن من ابناء النادي الاهلي. طبعا. اتعلمت على ايد اساتذه في النادي الاهلي، تمام، من بديت مع الكابتن صالح سليم، بعدين كابتن حسن حمدي، وبعدين المهندس محمود طاهر، بعدين كابتن محمود الخطيب. الناس دي كلها لو حضرتك بصيت لها دي مدرسه، تمام، تدرس في الجامعه. النادي الاهلي طبعا، واخد بال حضرتك عشان بس طبعاً. نكون واضحين حضرتك، الامور او الرولز المحطوطه في النادي الاهلي والقواعد المحطوطه في النادي الاهلي لا
يعني بص حضرتك لو قلت لي على حاجه اقول لحضرتك دي ممكن يتوافق عليها او يترفض. دستور اتحط ومعروف ومفهوم لكل اللي شغال جوه النادي الاهلي. بالظبط. تمام. اولا هدوء تام في الاداره من الهيد. تمام. مدي الاختصاصات لكل الناس، الاختصاص مجلس اداره، الكابتن محمود الخطيب حطه مع الساده الاعضاء والسيد نائب الوزير العمري لكابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي. احنا بنقرا السياسه دي اللي حضرتك بتتكلم عليها اللي هي بتنقل الى السيد مدير النشاط الرياضي. نعم. تمام. وانتوا على ارض الواقع بتنفذوا. واحنا على ارض الواقع احنا بننفذ، واخد بال حضرتك اللي حضرتك بتقوله اصبح دلوقتي مكنه ديناميكي شغال. يعني احنا المفروض حضرتك من دلوقتي، مش عايز بس اتكلم في الحته دي، التعاقد التعاقد مع اللاعبين، تجديد عقود اللاعبين، واخد بال حضرتك الكلام ده بينتقل من المدير الفني كابتن محمد مصلحي ليا بدوري بنقله لكابتن خالد. تمام. بيبتدي يحصل المناقشات والمداولات. يعني افهم من كلام حضرتك ان الكوميونيكيشن تو واي، يعني الاتصال من اتجاهين. اتجاه من التوب. تمام. المجلس اداره نازل لسيادتك. تمام. المدير الفني اللاعبين. تمام. والعكس صحيح. تمام. فهنا انت عندك دورين، دور بتوصل وبتتلقى وتوصل. تمام. وبتقوم بدورك على اكمل وجه بحيث ان المنظومه يبقى متكامله. من فلسفه بقى الساده الرؤساء دول من يوم انا ما بديت ان هو حضرتك بيديك الصلاحيه السنه كامله، بعدين الحساب. دي اهم حاجه في النادي الاهلي. واخد بال حضرتك؟ لكن اذا تم عرقله شيء او انت يعني قابلتك معوقه معينه بيتدخل على طول بيروح متدخلين. انما الاساس نهايه الموسم. وزي ما قلت لحضرتك السنه اللي فاتت لو تفتكر في اخر لقاء في بطوله افريقيا بعد ما خلصنا الكاس وفوجئنا بالتليفون قبل ما نروح الفندق من العظيم المحترم الكابتن محمود الخطيب، والموضوع ده بيأثر فيا انا شخصيا. حكيت لي. تمام. وراح متصل وقال بكره على الفطار وانا جاي لكم رغم ان احنا خسرانين ورايحين بطوله افريقيا، قال لكم تعالى. انا مش عايز اقول لحضرتك وجيك. انا فاكر كابتن محمود الخطيب جيب ورقه ببطولتكم. يعني جاي لكم بيقول لكم بطولتكم اهي يا جماعه. وعلى فكره امبارح وحتى البوست اللي نزل ومكالمته مع الكابتن ميد ومكالمته مع الكابتن عبد الله قال كلمه، انا ببارك لكم، ببارك للجهاز، ببارك للعيبه، ارجوكم استمروا. الله. استمروا. اقفل بقى الصفحه وابتدي صفحه جديده. فاحنا هنقفلها بكره باول تمرينه. احنا عندنا حضرتك بطوله عربيه، ده موضوع كبير يعني لازم اشرحه عشان حضرتك تعرف. البطوله العربيه دي الحاجه الوحيده اللي معموله في الوطن العربي السماح لاثنين لعيبه اجانب في كل فرقه. لا ده انا هجي لك بقى في بطوله عربيه ولان فيها شغل اداري كتير جدا. بس برضو الفرصه مع كابتن حسن لان الجمهور قلقان من حاجه يا كابتن. تلاحم البطولات، واحنا قلنا امبارح في استوديو التحليل الكلام ده في استوديو الابطال وقلنا اثناء المباراه واذاعتها. انتوا عندكم في اربع شهور تلاحم مباريات ما حصلش قبل كده. ليه؟ لان البطوله العربيه دخلت في النص، ما كانش قبل كده بقى في بطوله عربيه. البطوله العربيه دخلت في النص، هتستعدوا الكلام ده ازاي؟ هتخططوا له ازاي مع كابتن ميدو؟ بص يا كابتن، ما فيش حاجه ان احنا بنخطط لبطوله قبلها باسبوع. الكلام ده طبعا مش علم خالص. الكلام ده احنا بيبقى متوقع من بدايه السيزون، وبالتالي احنا يعني ده من ضمن الضغط اللي بيبقى على اللعيبه ان احنا حتى لو احنا داخلين على الماتشات احنا ممكن بنبقى بنعلى بالحمل بتاعنا كانه زي التمرين بالظبط. يعني حضرتك وكنت لعيب عارف الكلام ده ان انت لازم قبل الماتش يعني بتنزل الحمل بتاعك عشان اللعيبه تبقى فايقه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا ممكن يعني قبل التمرين بيوم يبقى شغال ب 85% و90% بالشغل بتاعنا. ليه؟ لان انا بشوف الماتشات اللي عندي. لا انا هدفي البطوله. فانا بخطط على البطوله. الحاجه الثانيه بخطط على اول ماتشين ثلاثه بالظبط كده. الحاجه الثانيه اللي يعني معلش يعني انا اعذرني انا عايز اطمن على الفريق وانا من اكتر يعني محبي الطايره بامانه. لو اتكلمنا عن الـ 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 اليومين اللي جايين، انتوا النهارده راحه وبكره. تمام. عندنا تمرينتين، الماتشات هتبتدي يوم 18. صح كده؟ يعني هل هتعمل يوم 20؟ انا اسف، القرعه 18. القرعه 18، الله ينور على حضرتك. انا قصدي اقول ان انت لو قدرت يعني 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 تعمل تمرينه جامده، هتعمل تمرينه جامده قبل الماتشات؟ هو انا مش بعمل قبل الماتشات. هو عايز اقول لحضرتك ان انا بشتغل جوه الماتشات.
يعني مثال بسيط جدا على الاسبوع اللي فات ده شغلك يا كابتن، احنا مصورين اهو، احنا جايبينك جايبين لك شغل اهو، يعني احنا مراقبينك خلي بالك. يعني لو قلنا مثال مثلا على بطوله السوبر اللي فاتت، احنا بدانا الثلاث من هنا الثلاث، لعبنا خمس ماتشات، احنا اشتغلنا ماتشين ما ريحناش، ما فيش حاجه اسمها ريحنا، احنا عملنا تمرين جيم وتمرين فولي، ولعبنا السبت الزمالك، سافرنا السبت بالليل، الحد عملنا تمرين فولي وتمرين جيم، ولعبنا الاثنين ولعبنا الثلاثه. لكم فهمك يا كابتن، احنا اتمرنا 8 ايام. الفكره كلها لو انت مش مجهز 8 ايام ومنهم تمرينه بيوم في تمرينتين اللي هم يومين كمان، يومين في اثنين جيم وبالليل باسكت، اليومين اللي هم اليوم اللي هو ما بين الماتشات. ايوه، يعني يوم الجمعه كان في تمرين جيم وتمرين فولي، ويوم الحد اللي قبل الماتشين الفاصل كان ما بين يعني يعني احنا عشان نخطط وان انت تقدر تستمر لفتره طويله، انت لازم احافظ على اللعيبه دي المستوى البدني بتاعهم. هل يا كابتن لو شفت لعيب مجهد بتروح تقول لكابتن محمد سعيد تقول له لا اللعيب ده محتاج يريح؟ اهو الكلام ده عشان يتم من خلال انا ومن خلال دكتور سامح ظلام، دايما بيبقى في اتصال ما بيننا في الحته دي، ان احنا والله يا كابتن احنا مش عايزين ان احنا مثلا نزود على اللعيب ده النهارده كتير، او مثلا دكتور سامح بيقول له مثلا ده ممكن النهارده ممكن، يعني انت ليك الاثوريتي او ليك السلطه ان انت تخش تقول لكابتن ميدو لا اللعيب ده ريحه. انا دايما بنبهه انا ليه، انا بقرا قبليها في الجيم المستوى بتاع اللعيب عامل ازاي، يعني ممكن تاخد قياسات في الجيم كل مره، باخد القياسات دي لازم بتتم كل شهر، وبتحط برنامج لكل لعيب منفصل، مفيش شغل عشوائيه ده ان الناس تخش كده الجيم وخلاص، لا الكلام ده كله لازم عن طريق برنامج، والبرنامج مش هو التمرين اللي احنا بنعمله في الجيم بس، زي ما حضرتك كده يعني شايف في حاجات بتتعمل في الصاله والحمد لله برضو، يعني بنحب نشكر النشاط الرياضي ومجلس الاداره ان هم بيوفروا لنا اجهزه كتيره جدا. صحيح. اي حاجه بنطلبها يعني ما بيتاخروش عننا فيها، لان العلم دلوقتي اتطور انه كله عباره عن بقى ارقام، يعني كلها بقت داتا دلوقتي، انت انا دلوقتي بكل بساطه واللعيب هو شغال، انا عارف دلوقتي اللعيب ده الجامب بتاعه كام، عارف عمل النهارده كام جامب، ده جهاز مثلا موجود عندنا اسمه بيرس، جهاز اللعيب لابسه، اللعيب لابسه هو في التمرين ما له علاقه في الماتشات، في الاثنين يعني انت في الماتشات ملبس اللعيبه اجهزه، اللعيب يبقى لابس حاجه اسمها البرفورمانس بتاعه ومعانا على التاب، وانا هو شغال بيبقى فين في جسمه، على ظهره لا بيبقى الفيرت ده بيبقى حاجه بتحط هنا في الوسط، بيبقى في الحزام، ليه حزام بيتحط في الوسط، كل لعيبه لابسه وبيبقى كونكت معانا في انت شايف البرفورمانس بتاع الاداء، انا شايف نبضه، مراقب كل حاجه، مش وكل جهاز بيبقى ليه حاجات مختلفه. تمام. يعني ده جهاز الفيرت ده هو بيقيس لنا معدل الجامبات اللي هو عملها عمل يعني كام عده جامب، يعني عمل مثلا 70 80، بيجيب لي الهاي اعلى جامب هو عمله النهارده في التمرين كام، بيجيب لي الافرج بتاع متوسط عدد الجامبات اللي هو عملها مثلا نط جامب 70 80 90 30 50، بيجيب الافرج بتاع عدد الجامبات، وبيجيب لنا لاست اخر جامبايه عملها كام. يعني حضرتك لو كنت لاحظت كده في اي ماتشات كان ممكن مثلا سعيد يضرب كوره يجري يبص لي كام على طول، اقول له مثلا ده متر كذا، بيبان عندك، بيبان هو كمان بيلاحظ. اول مره في المعلومه دي. لا هو الاجهزه دي طبعا فيها حديثه فعلا، فيها حاجات كتيره جدا يعني مميزه فعلا بتساعدنا في انت ممكن احكم على مؤشر اللعيب انا يقول لي طب انت هل مثلا لو حسيت ان اللعيب جامبو قال لي اثناء المباراه او البرفورمانس بتاعه قال، تقول لي كابتن لا انا حسيته مجهد، يعني مثلا لو قلنا اكس من اللعيبه حسيت ان جامبو مع الوقت مش هو ده الجامب الطبيعي بتاعه، دايما يعني لما بيحصل حاله زي كده كابتن ميدو بيرجع لي يقول لي انا مثلا شايف النهارده فلان مش كويس او ما بينطش كويس، هيقول لك ليه، فبيسالني ليه، فبيرجع يا اما بيبقى في مشكله عنده يعني حاجه في الاصابه او حاجه، او ان هو ممنوع مثلا ان هو يعمل شغل معين، فبالتالي ده بيأثر على الاداء، فبقول له ان ده مثلا مريح من الشغل مثلا فتره معينه، فطبيعي ان ده هيحصل او كده، فهو دايما بياخد ريكومند مني على طول ومن دكتور سامح. ان بس الجهاز اللي بيراقب اللعيبه ده حاجه عظيمه جدا. طيب انا عايز استغل وجودك معايا في كل حاجه، عايز اعرف كل حاجه في الاستشفاء، عادل الاستشفاء بتعمل ايه، عشان لو عندك مثلا 3 مباريات وراح يوم بتعمل ايه استشفاء للعيبه؟ الاستشفاء لا معلش لازم، لا لازم الجمهور تعرف، لازم الجماهير تعرف، معلش يا كابتن المكسب وبالذات فرقه الطايره، الطايره ما بتشتغلش، لا انا عايز اوضح ليه، عايز اوضح ان فعلا في مجهود بيبذل، مش اي انزل والعب، لا ايه يعني مش لازم اقول تفاصيل، بس بتعمل ايه، هل بياخدوا راحه، بتروحوا ساونا، يعني بتعمل ايه؟ بس يا كابتن ال ان اللعيب يبقى فورمه طول الوقت ده مش بيبقى وليد يوم واحد او حاجه، هي الفكره ان انت بتبدا ان ثقافه اللعيب تتغير، ان التمرين بالنسبه لك مش هم الساعتين الثلاثه اللي انت بتجيهم النادي وتمشي وخلاص كده، بالنسبه لي ان نعم. كده يومك انتهى، نعم. لا انت لو مش واكل كويس قبل التمرين هياثر عليك في التمرين، لو انت مش نايم النهارده كويس مش هيأثر عليك، لو انت مش بتاخد سبلمنت بتاعك
فدي كلها مؤشرات في الاخر بتقول لي ان اللعيب ده يقدر يكمل معايا فتره. كل الحاجات العوامل الثانيه الكابتن مين عايز اقول لحضرتك يعني، ومن ضمن الناس اللي تعبت معانا برضو الفتره اللي فاتت الدكتور هشام العمري، وكان نيوتريشن طبعا، نيوتريشن طبعا قعد مع اللعيبه كلها ودايما، وبدانا في بدايه الموسم عملنا انبادي لكل الناس، وبدانا ان هو يحط قعد مع كل لعيبه ويديله الشغل بتاعه، هو مين محتاج بروتين مين محتاج حاجات ريكفري، وبدانا ان احنا الفتره اللي فاتت ان احنا بنعمل اعداد عشان البطوله، لان انا لو الضغط بتاع البطوله زي ما احنا اتكلمنا ان احنا عندنا 5 ماتشات في 8 ايام ده غير التمرين يعني، فلو اللعيب اصلا مش بيعمل الاستشفاء بتاعه سواء بقى عن طريق التغذيه عن طريق النوم، يعني دايما كابتن ميدو كان بيجي في فتره المعسكر، لا انا مش عايز حد يزيد عن الساعه 12 يبقى كل الناس نايمه، كل الناس تخلص العلاج بتاعها طبعا التزامن. بينفذ يعني مش اللعيبه ملتزمه يعني مهما كان اسم اللعيب كله ملتزم، كل ملتزم انما مثلا على الساعه 12 يبقى كل الناس في الغرف بتاعتها نايمه، مفيش حاجه اسمها الناس كلها على الصبح على الفطار، الناس بتاخد لو في سبلمنت او حاجه او ادويه معينه محتاجينها بياخدوها، لو احنا مثلا عندنا ضغط او حاجه فنضطر مثلا ان احنا نعمل مثلا استشفاء سواء التلج او سواء الراجل المدلك معانا كابتن حسام برضو من ضمن الناس اللي يعني بتتعب معانا كابتن حسام المدلك، فطبعا هو الموضوع كله مرتبط ببعضه سواء بقى في ثقافه اللعيب ان اكله وشربه النوم بتاعه في الاخر ده بيوصلنا ان اللعيب يبقى فورمه اطول بينجح وقت بينجح بينجح المنظومه كلها ان هي تنجح. كابتن الحسن بجد انا بشكرك، وانت فسرت لي امور كتيره انا مش شايفها لا لا. بس دي امور لكل مجتهد النصيب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني، واقول لك كلمه واحده استمر نورتني وشرفتني يا كابتن. يمكن يا جماعه كابتن خالد ابو زينه مكمل معانا في الفقره اللي جايه، ولكن هينضم لنا بقى يندر اللاعب الكوبي المحترف بعد الفاصل.